مرة رجل على حكيم يبيع الدواء غزر له قال له هل أجد عندك دواء للذنوب قالوا سر إلى وادي الإيمان وخذ منه عروق النية وغبار التواضع وثمرة العلم واسحقهم جيدا بمهراس التوبة في آنية الخشوع وعجنهم بماء الحياة وأوقد تحتهم نار الخوف بحطب الزهد واشربهم بكأس الصبر في مكان لا يراك فيه إلا الله تكون قد شفيت من ذنوبك.